خلينا نروح للاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي عشان نتكلم في كل النقاط اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي او ذكرتها. يا استاذ محمد، صباح الخير وصباح الهنا على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الفل عليك يا والد، وصباح الفل على احلى مشاهدي قناه النادي الاهلي. خليني بس احييك على الانترو الرائع اللي انت قدمت بيه ده، وده عهدنا بقناه النادي الاهلي ومذيعين قناه النادي الاهلي اللي هم بيتكلموا بالحقائق، واللي هم كمان بيتكلموا بالوقائع والمستندات، شكرا. وبرضه مش حابين نفهم زي ما بيقولوا كده نفهم دماغنا في الرمله ونتكلم او ندي الجمهور حاجات او وعود مش حقيقيه على ارض الواقع. انا سمعت حضرتك في الانترو اتكلمت على ماتش الجونه، واتكلمت على خطه التوقف، واتكلمت على قوه الدوري، ونفسنا نشوف اكثر من فرقه، ودي كلها حاجات زي ما حضرتك اتكلمتي بتطب في مصلحه الكره المصريه. صحيح صحيح. وبتطب كمان في قوه المنافسه وقوه الدوري الممتاز المصري اللي في الفتره الاخيره في يعني سحبت البساط شويه من قوه الدوري بتاعنا، شفنا فرق بتصعد وتاخد موسم بتاعها وترجع تاني لقسم الدرجه الثانيه. السنه دي ان شاء الله نتمنى نشوف منافسه قويه، وزي ما حضرتك اتكلمتي شايفين المنافس قوي زي الزفت. ففي بلديه المحله كمان حضرتك ما اتكلمتيش على بلديه المحله، بلديه المحله مع الكابتن احمد عبد الرؤوف عاملين لغايه دلوقتي مستوى اكثر من رائع، منافس شرس جدا جدا جدا. طبعا المحله بقوه جماهيرها واللعيبه بتاعتها طول تاريخها بتعمل مستويات كويسه ونتائج كويسه، فان شاء الله نتمنى نستمر ان شاء الله على هذا المستوى. حضرتك اتكلمتي ان عندنا فتره توقف دولي الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله. بالظبط. انا هبدا معاك بس كده برضو سريعا واخش التفاصيل اكتر برضو استاذ محمد. فكره هبدا بمباراه امس، يعني هتكلم عن الاهلي والجونه، بتشوف برضو ازاي فكره هنا مش بس التالق لبعض الفرق اللي احنا مش واخدين على التالق بتاعها او مش واخدين على المستوى الفني الرائع اللي كانت بصراحه مقدماه الجونه امبارح، بتشوف ازاي ده برضو ممكن ان هو يحدث؟ يعني احنا شفنا التصريحات المختلفه وشفنا الكلام المختلف وشفنا التحليلات يعني المختلفة في الاستوديوهات التحليلية، لكن أنا عايز أسأل بشكل شخصي حضرتك برضو، حضرتك ملم بالملف ده، تألق بعض الفرق حاليا والتقدم اللي احنا شايفينه والتنافسية في الدوري الممتاز هذا الموسم عن الموسم كمان اللي فات واحنا لسه بنبدأ، ده راجع بتشوفه لإيه؟ هل بيرجع لصفقات مثلا؟ هل بيرجع لتدخل رأس المال إلى حد ما برضو لبعض الفرق المختلفة، ولا بيرجع لإيه برضو أستاذ محمد؟ بص يا روانت، هي خلينا نقول انها منظومه متكامله. بدايه من الاستقرار الاداري، عندك مجلس اداره مستقر مثلا في الانديه اللي هي الانديه للشركات وانديه المؤسسات. الحاجه الثانيه فكره الاحتفاظ بالاجهزه الفنيه، وكمان استعانت الاجهزه الفنيه بحاجه اسمها المحلل الاداء والمعد البدني. صحيح. دي فرقت مع العدد من الكبير من الانديه السنه دي. يعني احنا برضه السنه دي لو انت حضرتك يعني لاحظت في المستوى بتاع الفرق الدوري ما فيش كتير قوي قوه، يعني فكره التراجع البدني ما فيش مثلا جاب بين الاهلي والزمالك مثلا والفرق اللي تحتها الا بالخبرات، يعني برضه خلينا برضه المستوى البدني قد يكون متقارب شويه مع بعض اللعيبه، لكن فكره ان في لعيب خبره في الاهلي والزمالك دي هي اللي بتفرق في ارضيه الملعب. صحيح. احنا امبارح شفنا فرقه الجونه 90 دقيقه بتلعب واقفه على رجليها، وزي ما حضرتك اتكلمت كمان فكره ان في بعض اللعيبه اول مره السنه تظهر في الدوري الممتاز. بالظبط. في الدوري الممتاز. ده زي ما اتحضرت كمان في حاجه ثانيه، فكره ان اللعيبه قدام الاهلي والزمالك او الفرق الجماهيريه بتحب تطلع اقوى ما عندها. هي بتبقى فرصة كمان لبعض الفرق لما بتلعب قدام النادي الأهلي، بتلاقي اللعيبة كلها نفسها تظهر برضو بالأفضل صورة عندهم. بالظبط. يعني بالظبط دي حقيقة. الحاجة الثانية برضو حضرتك زي ما اتكلمتي فكرة إن الأجهزة الفنية كمان بتستغل فكرة إن هي عملت فترة عرض كويسة، يعني بعض الانديه اللي هو زي بعيد عن الفرق اللي كانت مشاركه في البطولات الافريقيه اللي بدات بدري شويه وكان عندها مواسم متلاحمه، فبعض الانديه الصاعده السنه دي زي زد وزي الجونه عملوا فتره اعداد كويسه، دي اللي ساعدتهم ان هم يظهروا بالشكل المميز صحيح. السنه دي. صحيح. الحاجه الثانيه برضه فكره الراس مال، دي طبعا حد في كره القدم راس المال هو يعني يعتبر احد العوامل الاساسيه في صناعه الفرق. احنا بنشوف مثلا مانشستر سيتي بره في اوروبا، بنشوف ريال مدريد، حتى برشلونه برغم ان برشلونه فرقه كبيره وتاريخ كبير بس بدات تعاني فكره عدم وجود ديونه ماديه.
يعني هي راس المال في كره القدم لو حضرتك تتفق معايا، في بعض النماذج بتنجح بشكل كبير جدا وفي بعض النماذج لا تنجح، ولكن ليس هو العنصر الاساسي طبعاً لنجاح منظومه كره القدم. وبالدليل برضو خليني اخد رايك في ده استاذ محمد، المغرب عامله طفره رائعه في الكره المغربيه، وده ملوش علاقه براس المال على فكره، ان هم هناك ما عندهمش القدره العاليه للصرف او تدخل راس المال في كره القدم على غرار مثلا دول اخرى او فرق اخرى، زي مثلا ودايما بحب اضرب مثل بده بي اس جي باريس سان جيرمان، عنده القدره الماليه الضخمه جدا لكن ما كانش عنده النجاحات اللي بتساوي هذه القدره الماليه، فهي بتنجح في بعض يعني التجارب، والتجارب الاخرى غلط، ولحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب اصلا ورا ده، يعني مش مفهومه لحد دلوقتي برضه. ما لو قلت لحضرتك القصه كلها اللي هي منظومه متكامله، جهاز فني على مستوى عالي، عندك مجلس اداره بيعرف يوزع الفلوس بتاعته، مش فكره ان انا بجيب صفقات وخلاص. وحتى حضرتك الكلام ده كله مش في المغرب بس، يعني مش القصه كمان في فكره الفلوس. عندنا هنا في الدوري المصري بعض الانديه بتدفع مبالغ رهيبه جدا للعيبه وتكون دول المستوى، وما يكونش مثلا في استقرار فني. شفنا انديه كتير على مدار التاريخ، يعني انديه شركات وانديه مؤسسات ظهرت بشكل مثلا موسم او اثنين واختفت عن الوجود خالص، يعني صحيح. اختفت عن الوجود خالص. انا زي ما حضرتك قلت لك هي منظومه متكامله. جزء طيب. يلعب منها جزء راس المال، لكن برضه يعني مثلا في انديه مثلا جماهيريه على مدار التاريخ عملت مستوى كويس، الاسماعيلي مثلا فتره من الفترات عنده عالم المشاكل الماديه بس كان بيقدم وكان بيظهر بمستوى كويس. للغزل المحله برضه كان شركه من الشركات وحصل على بطوله الدوري الممتاز، وكان برضه استمر فتره طويله كان بيقدم مستويات كويسه. القصه كلها قصه ان انا ازاي استثمر الفلوس بتاعتي ومش هي تبقى رقم واحد عندي في تكوين الفرق او انشاء الفريق. الاداره السليمه فعلا هي بالضبط. الاساس بالضبط. انا عايزه اروح مع حضرتك برضو لنقطه اخيره مهمه جدا، يعني بالضبط. كواليس استعدادات هنا منتخب مصر لمباراتي، هنا بنتكلم جيبوتي وسيريالون، لو حضرتك برضو تقول لنا. اتفضل استاذ محمد. بصي، هو ان شاء الله بكره المنتخب ان شاء الله هيبدا المعسكر بتاعه. عندنا ان شاء الله مباراه قويه جدا قدام جيبوتي في سيريالون، والبدايه زي ما مستر فيتوريا اتكلم في المؤتمر الصحفي ان هو بالنسبه له اهم 6 نقاط اللي هم الاولين دول بيدي انطباع كويس على البدايه قويه، بيواجه رساله ان منتخب مصر قوي ومنتخب مصر قادر ان شاء الله على كسر، يعني مش عاوزين نقول نحفه في كاس العالم، احنا مش محظوظين قوي في كاس العالم يعني. حلوه كسر نحس. يعني احنا اخر سنه للتصفيات الاخيره دي، هي يعني كان عندنا سوء حظ غريب جدا قدام منتخب السنغال. صحيح. فيعني برضه خلينا برضه نتكلم ان دي الفرصه الاخيره لعدد كبير من لعيبه منتخب مصر في التاهل او المشاركه لنهايه كاس العالم. كمان يعني حظنا كويس ان شاء الله السنه دي ان كاس العالم فيها توسع شويه وفي عدد كبير من المنتخبات هيشارك على عكس من السنين اللي فاتت. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. اقول لحضرتك ان في عدد كبير من اللعيبه المحترفين موجودين حاليا في القاهره، زي طارق حامد ومحمد شريف، خلصوا ماتشاته في الدوري السعودي، متواجدين حاليا في القاهره، وان شاء الله هنضم بكره منتخب مصر مع اليوم الاول. محمد صلاح نجمنا الكبير معاه ماتش النهارده في الدوري الانجليزي مع ليفربول، ونتمنى ان شاء الله ان هو يحقق رقم قياسي ان شاء الله كالعاده، يعني هينضم ان شاء الله بكره المعسكر منتخب مصر. محمد النني كان هيشارك امبارح مع ارسنال لكن يعني كان في الدقيقه الاخيره فالمدرب قرر ان هو خلاص ما فيش وقت مش هينزله. برضه محمد النني هيسافر هيجي النهارده ان شاء الله وينضم بكره لمنتخب مصر. مرموش عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت هيلعب النهارده في الدوري الالماني، عنده ماتش النهارده في الدوري الالماني، ان شاء الله هيخلص ويجي ان شاء الله بكره لمنتخب مصر. في حاله تفاؤل داخل الجهاز الفني بالنسبه لتالق اللعيبه المحترفين ودي هي العناصر الاساسيه بالنسبه لريو فيتوريا، واعتقد يعني وفقا لمعلوماتي من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ان هو المدرب يعني قد يدفع بالتشكيله الاساسيه نفس التشكيله اللي لعب بها قدام منتخب الجزائر المباراه الاخيره الوديه في الامارات. لعب مباراه كويسه جدا قدام الجزائر. صحيح. وكان حتى رغم النقص العددي اللي يعني منتخب الجزائر تعادل في الدقائق الاخيره وارهقنا منتخب الجزائر، ودي كانت من التجارب الوديه القويه اللي يعني كان في فترة كده الجمهور ما كانش عاجبه برضه فكرة التنظير اللي حضرتك اتكلمتي عليها، ما كانش عاجبه أداء منتخب مصر رغم إن روي فيتوريا لحد دلوقتي لعب 12 مباراة مع منتخب مصر
كسب تسع الماجوريتي بتاعه الاغلبيه احنا فايزين وبالظبط ماتشات بعد الماتش 1-0 ماتش واحد. فاعتقد يعني الفكره كمان القوه الهجوميه بتاعت منتخب مصر الفتره الاخيره تطورت بقوه بالظبط تسجيل 24 هدف واستقبلنا 6 اهداف. الفكره اللي حضرتك كلمني عليها لعيبه النادي الاهلي النهارده هياخدوا راحه وهينضموا للمعسكر ان شاء الله بكره. في الجهاز الفني عنده قناعه تامه ان مباراتنا مع جيبوتي هي اللي هتكون يعني ضربه البدايه القويه وهتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا في مسيرتنا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. رائع جدا. الحاجه الثانيه فكره الناس كلها بتتكلم على ان فكره مجموعه مصر سهله. انا بالنسبه لي يعني ما بالنسبه للي شفته في التاريخ الفتره اللي فاتت دي كلها بالنسبه لنا في التصفيات بنقع في مجموعه سهله بس بسهوله المجموعه بنحولها انا هقول لك على حاجه. انا اتفق معاك جدا استاذ محمد. انا لما بتبقى المجموعه مفروض يطلق عليها سهل معني مش شايفه ده قوي برضو، لكن انا بقلق اكتر يعني الماتش بالزبط. بيخوف اكتر دي حقيقه. بالظبط بالظبط وخاصه رغم حتى المواجهات التاريخيه مع بعض المنتخبات الموجوده معانا. يعني حضرتك تخيل ان احنا مثلا قدام سيراليون لاعبين ماتشين تعادلنا ماتش وخسرنا ماتش سيراليون يعني اللي هو الماتش الثاني. حاجه ثانيه برضو من الحاجات اللي مش لطيفه بالنسبه لنا في تصفيات كاس العالم ان احنا مواجهتنا مع المنتخبات في ملاعب محايده مش دايما في صالحنا، بس ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك يكسر نحته ان هو ربنا يكرمنا ان شاء الله بدعوات الملايين مع الضربه القويه في مباراه جيبوتي هتبقى بالنسبه لنا خطوه او رساله او جرس تهديد او يعني ان منتخب مصر قادم بقوه. وخاصه كمان ان احنا في الفتره الاخيره يعني نتائجنا في كاس افريقيا تلو ورا بعضيهم الوصيف فبرضه معانا رصيد كبير معانا بعض بالزبط. يعني بالزبط. المحترفين الاقوياء ابرز محمد صلاح. فيعني جه الوقت ان منتخب مصر يشارك بقوه في كاس العالم مع دعوات الملايين ان شاء الله. واللي اتمنى من اتحاد الكوره ان هو يبدا يتحرك من دلوقتي بطرح التذاكر ويعمل حتى يعني بيطالب باكبر عدد يكون متواجد. واتمنى ان المنظر قدام ماتش مصر وتونس الودي ما يتكررش في ماتش جيبوتي لان ده كان ماتش ودي ماتش مهمه. منتخب مصر داخل التصفيات يعني مش سهله زي ما حضرتك اتكلمت مش صحيح سهلة. صحيح ده ملف هنروح له بالتفصيل طبعا وقتها. ونتمنى حضرتك تنورنا في الاستوديو استاذ محمد لان يعني في سرد كمان كتير جدا وحضرتك واضح عندك معلومات كمان كتيره جدا. تنورنا باذن الله الاسبوع القادم. يسعدني جدا نكون حضرتك ضيفنا يعني شكرا ليك استاذ محمد ديك الناقد الرياضي على هذه المداخله.